إذن اليوم كنحضروا واحد التظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولتنديد بالمجزرة اللي وقعت بالأمس للقوات قوات الاحتلال، قصفت فيها مستشفى اللي فيه المرضى والجرحى والأطفال، لجأ إليه الأطفال والنساء. هذه جريمة اللي كيعاقب عليها القانون الدولي، جريمة اللي كتضاف الجرائم اللي ترتكبت في حق الشعب الفلسطيني طيلة هاد 75 سنة تقريبا. إذا الشعب المغربي مثلهم جميع الشعوب العربية والإسلامية والأحرار ديال العالم خرج اليوم هذه تظاهرة بمدينة إنزكان من سوس ماسة، ولكن كاين هناك تظاهرات في جميع المدن المغربية وفي العواصم العربية والإسلامية، وكذلك حتى في الدول الغربية رغم أنه كيمارسوا القمع وكيحاولوا إخفاء الحقائق، ولكن الحق لا بد أن ينتصر، والله عز وجل لا بد في آخر المطاف المقاومة أن تنتصر، والشعب الفلسطيني مثلهم بقية شعوب العالم لا بد أن يتمتع بالحرية وبالسلام. شكرا. تعازينا أولا لعائلة الشهداء الذين راحوا ضحية لهذا العدوان، سافر من الكيان الصهيوني الزائل بإرادة الله. أما بالنسبة يعني حز في نفسي البارحة المجزرة التي كان ضحيتها تقريبا 500 شهيد من الفلسطينيين، العدو الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يعتبر مجرم حرب بما أقدم عليه البارحة، وليس فقط العدو الصهيوني بل أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بديمقراطية التي يتبجح بها علينا، قام بمجزرة رهيبة البارحة، ونحن نعلن تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني ونطلب من حكام العرب يعني القيام بشيء عملي من أجل وقف هذا العدوان السافر. أو بالنسبة للحكومة المغربية فإن الرسالة التي وجهها الحكومة المغربية هو أولا طرد ممثل كيان صهيوني من أرض المغرب، أرض العزة وأرض المقاومة، نطالب بطرد ممثل كيان صهيوني. أما بالنسبة للحكام العرب فهذا عار عليهم ألا يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، القضية الأولى والقضية الأولى للأمة العربية والأمة الإسلامية. مع الأسف الشديد المجزرة في الحقيقة هي سابقة في التاريخ ديال الإجرام الصهيوني، مجزرة في مستشفى راح ضحيته تقريبا 1200 بين شهيد والجرحى في ضرب سافر لكل المواثيق الدولية لكل الحقوق ديال الإنسان. مع الأسف الشديد الكيان الصهيوني مدعوم من القوى الغربية، من أمريكا، من الدول الغربية اللي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن مع الأسف الشديد كاين قانون ديال الغابة، ولكن الحق لا يتقادم والحق يبقى حق والباطل يبقى باطل، والنصر والتمكين لشهداء فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله. احنا حاضرين هنا اليوم في هذا الوقفة اللي منظمة من طرف الهيئات ديال المجتمع المدني تضامنا مع إخواننا في فلسطين وخاصة في غزة بعد الهجمة والشرسة الهمجية من الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأبي، وبعد أن هجز الكيان الصهيوني باش يواجه المقاومة الفلسطينية الصامدة فهو الآن تيقتل في المدنيين وتيضرب المساكن ديال المدنيين والمستشفيات. احنا هنا لتبع التضامن ديالنا وتنطالبوا الدولة ديالنا والبلاد ديالنا باش تكون تضامن حقيقي مع الشعب الفلسطيني، والحد الأدنى هو توقيف التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني اللي أثبت الهمجية ديالو وماشي لا يرجى منه خير. وتنتمناو أن جميع الطاقات ديال الشعب المغربي تضامن وتضغط على الدولة المغربية باش توقف التطبيع مع الكيان الصهيوني وطرد هذاك الممثل ديالو هنا في المغرب. وتحية للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وتحية للمقاومة الفلسطينية، وإنه إن شاء الله لمقاومة حتى النصر.